أعاد البيان الأخير لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن الجدل المتكرر حول مدى جدية المجتمع الدولي في السعي لإنهاء الأزمة الإنسانية المندلعة منذ أكثر من عامين. وفي ظل تمترس جميع الأطراف بمواقفها، تبدو آفاق حل الأزمة اليمنية عصية على الحل. فالشرعية وكعادتها رحبت ببيان مجلس الأمن ورأت فيه تلبية للحد الأدنى من معالجات الأوضاع المتردية. ووفق وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فإن تلك الأوضاع المتردية التي تعيشها اليمن تسببت بها ميليشيا الانقلاب، وترى الحكومة أن الضغط على تلك الميليشيا هو الطريق لجعل مقترحات المبعوث الأممي قيد التنفيذ. تؤكد الشرعية مجدداً موافقتها على مقترحات ولد الشيخ المتعلقة بميناء الحديدة وآلية تسليم الرواتب وفتح مطار صنعاء، حرصاً من الحكومة بحسب تصريح المخلافي على مصالح المواطنين. وبمقابل ترحيب الشرعية، يستمر تصلب موقف الميليشيا الانقلابية، حيث اعتبرت ميليشيا الحوثي بيان مجلس الأمن تشجيعاً لما أسماه العدوان العربي، فيما أكد الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام رفض حركته وقف الهجمات ضد السعودية. بيان الميليشيا اعتبر تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث مقابل صرف مرتبات الموظفين نوعاً من المساومة المرفوضة، لأنها تعني حسب البيان التخلي عن الأرض. كان مجلس الأمن قد دعا الجمعة الماضية الأطراف اليمنية إلى الانخراط بصورة بناءة مع مقترحات ولد الشيخ المتعلقة بميناء الحديدة، باعتبارها كما يقول المجلس آلية لبناء الثقة.